خير مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا دايما عبر نورسات. حلقه جديده من ابلود الشو بتبلش هلا الساعه 7 مش 6 ونص. واكيد ما تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام تويتر وفيسبوك ويوتيوب على ابلود نورسات. وهلا ما حنطول عليكم ابدا دغري منتقل لسيجمنت تكنولوجي. مشاهدينا بعد هذا الغياب القصير صار بحل جديدة. الضيف اللي رح يكون معنا بهيدا الفقرة اللي رح تابعوها هلا وبالفقرات يلي جاية عنده 7 بروجرامات على 7 محطات، واحدة منهم نورسات والبروجرام هو مستر تك. مسيو أنطوان مساء الخير، أهلا فيك. هلو. أنطوان طنوس، هاي كريستال، هاي شباب جميعا. محقول اسم اسم روبن، انت شكلك كورج. كرمال هيك دغري قعدني حدك حتى دغري تتملنا فيك. انا حبيته هيدا. اهلا وسهلا فيك ونورت الاستوديو. بتشكرك مسيو، ونحن كثير محمسين تنعرف عن هيدا السيجمنت. ثانك يو سو ماتش. اللي السيجمنت حنحكي عنه هو بيورلي تكنولوجي، بس حيكون ادفانس تكنولوجي ان واي، انه حنحكي عن فيوتشرستيك جادجتس سبوز او روبوتس او اللي بدكم اياه. بس اللي بركز عليه كثير هو كاين اوف يعني بروجكتس تكون 10 12 سنه 13 سنه لقدام. هلا اليوم ما حقدم هالقد، اليوم حنحكي عن توبكس عديده ومنها اول شيء الديجيتال بيل، يعني حبه دواء يا روبن بتاخذها بترقب لك كل السيستم اوف يور بودي. بس اني واي ذات سم هاو حتكون عم تراقب الفايتال ثينجز، يعني الهيلث، يعني صحتنا. بس شو صحتنا؟ الاضرب من هيك انه معقول تراقب تحركاتنا كلها سوا، ان ايفن اور ثوتس، يعني حتى افكارنا فيني سجلها لروبن لشوف روبن شو عم بفكر باطنيا من شخصيته، و اي كان ريفلكت على الابلكيشن، يعني مثل ما شوف مثلا منيف اي كان نو واتس هي ثينكينج اوف، وبيجي بقول لك رسال منيف عم بفكر فيكي هيك. حلو، اوكي صرت بعرف. يا هلا في تكنولوجيز، في تكنولوجيز هيك، بس بعد على اخطر كمان. بنقدر وي كان مونيتور برين اكتيفيتي وبنقدر نعرف شو عم بيصير. هلا اول شيء اللي حبلش فيه بالبرزنتيشن حتمرق قدامنا هو الحبة الدواء رقمية أو ديجيتال بيل اللي هي اسمها أبليفاي. أبليفاي هي من اسمها تقريبا أظن أبل، هي مثل دواء صيدلي طلعوا بالفكرة و it's approved by FDA، يعني حيكونوا بالأسواق بفتكر mid 2018 لا 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 هلا هلا بعد كم شهر حيكون موجودة بالأسواق. والشغلة اللي بتخوف كتير أنه this kind of pill راح يكون نقدر ناخده ونقدر نتذكر امتين اخذنا الدواء، شو عم بيصير بجسمي، نقدر وي كان فايت كانسر حتى بنفس الوقت كمان، لانه من ضمنها فينا ندخل روبوتس، بس مش ضمن هيدي بسموهم بوتس. اوكي البوتس هو ميني روبوت، sometimes I can see it، بقدر شوفه، اوقات ما بقدر شوفه، يلي موجوده حاليا بالاسواق وعملت معي ضجه كثير كبيره مسيحيا انه this is listed بالبايبل، انه معقول يبين عن نهايه العالم. انا ضد الفكره هيدي، نو انلس اذا كان في كنترول للبرايفسي تبعولتنا من وقت ما نخلق لحتى نموت. اكيد. طب انا عندي سؤال لك، انا عم بدرس فيترينير وعم بدرس عن الجسم وهيك. بس كيف السيستم اللي بتتبعه هيدي البيل اللي عم تاخذها، هي شو بتقرا؟ هرمونات بتقرا؟ سبستانسات شو بتقرا بالتحديد؟ انه لا تقدر تقراهم، بينما الجسم بيقراهم بكذا طريقة، في كذا جلاند، في كذا سيستم تيقدر يقراهم هدول. أوكي سبقت علي. اللي حيصير هو روبن يس اللي حيصير أنه حيكون في ترانزيشن، يعني الحبة بجسمك جوا رح يكون عندك مثل بوند هون بإيدك أو بجسمك مخبية، بيبعث ترانزميشن إلكتريك ترانزميشن أو ديجيتال. هلا هيدي البوند اللي عم تكون على إيدك حتوصل على الموبايل فون اللي بتقلك عبر الأبلكيشن مثل عم تشوف معي هون على البي سي، بفرجيك بالديتيلز all the vital information اللي بيقول لك كل شيء details، وبيبعثوا للدكتور كمان. يعني let's suppose I am having a heart attack، بيبعث له alert انه انا عم بنصاب بسكتة قلبية، خذوا الاجراءات المعينة مثلا معينة. هلا زيادة عن اللي عم تقوله انت، الاستخدامات هلا ضمن البونز، later on through radio waves. يعني هلا نحن قاعدين في energy حوالينا، اوكي حتى التليفونات هيك حتمشي انه بتعبي حالها بحالها من السراوندينغز، ليتس سبوز اللايت الويفز اللي عم بحكي فيها عم تعمل انرجي. اوكي فروم نثينغ ات ويل كرييت ان الكتريك فيلد، بتشارج حالها بحالها، حتى الانسان حيشارج بهالطريقه. ام نوت كيدينغ، مش عم بمزح. حتى الحبه اذا انا قريت عنها من قبل واذا ما بتذكر مزبوط انه الحبه حتى فيها تنظم من نظام اللي بتاخد فيه الدواء، من نظام أكل، حتى فيها تكون عم تخبر الدكتور إذا أنت عم تأكل شيء ما مفروض تقدر تأكله، أو عم تخبره إذا عم تقفي meal of the day.
حس انه فيها كثير ساعد تركلش حياه من العالم، ولكن فيها تحط عالم ببوزيشن يمكن ما بدها تنحط فيه. عم تسبقني او عم تسبقوني بالاحرى المينلي، وهذا اللي بدي انا اللي بيصير هو انه هذا الضوء عم بيكون للمسنين او الناس اللي عندهم انفصام بالشخصيه، ربما مش انت او انا لازم يعني لا يا عم طلع لي السيد دغري او انه بنفس الوقت كمان الناس اللي عندها مسنين يعني اجمالا عندهم مشكله انه ينسوا الدواء اخذوه او ما اخذوه. هلا this is the use هلا، بس انا عم سبق شوي انه شو ناطرنا بالمستقبل، لانه it's approved ونحن حنكون part من التكنولوجي والتكنولوجي رح تكون من بارت منا. هيدا عم بيكون له جدل كتير كبير، بس ما فينا نهرب الموضوع. بس بدي أقول شغلة إنه الحكيم يعرف في هدول القصص منا مشكلة، إنه هو بالقسم طبعه ممنوع ينشر هالمعلومات، والمعلومات لازم يعرفهم أوبجكتيف ما يعني ممنوع يدخل مشاعره أو يصير قصص شخصية بده يعملها من وراء هدول المعلومات اللي عم بياخدهم. فأكيد ما في يتخطى عن هيدا البرايفسي اللي عم نحكي عنها، سو ما بحس في مشكلة بهيدا الموضوع. سوري بس عم بتشك، بس طالما بحس انه هلا بعدها جديده وعم نحكي فيها انه شيء كثير منيح وهيك، بحس هلا مثلا بعد شيء 3 سنين لقدام نروح عند دكتور ممكن اختياريا يقول لنا انه فيكم تاخذوا هيدي الحبه بتساعدكم وكذا، بس بدنا نفكر مثلا 10 سنين لقدام 15 سنين لقدام، اذا هيدي الحبه اخذت كثير مجدها وكثير صارت موجوده بالسوق متوافره، يمكن بطل يصير شيء انه انت اختياريا فيك تاخذه، بصير بس شيء انه بينوصف لك. وهيدي الفكره اللي بحس انه ممكن تحط واحد بالنقطة اللي بشعر كنت عم بحكي فيها أساساً. ليكو ما بدنا نضيع ما بين شيء اسمه برايفسي أو الخصوصية وما بين شيء اسمه تشفير. لأنه صرنا يمكن موضوع بعد أكثر بعيد يعني عن الفكرة. لهالسبب يمكن أنتم كمان مثل المشاهد هلا ضايع ما بين التشفير أو الإنكربشن وما بين البرايفسي. There is a big difference. هلا التشفيرات عم تكون موجودة وقت يكون الإنكربشن على أساس قوي وما بقدر اخترقه، اللي هو إجمالاً أنا in my beliefs ما في شيء ما بيخترق. خصوصا خصو سوفتوير وايز الا اذا كانوا كثير ناس متطوره يعني، بس بعد ضمن التشفير في حمايه كامله وخصوصا لهيك انواع من الدواء اللي عم بحكي عنه انا هلا حاليا. هلا كبدايه لحلقتنا كانت بدايه كثير حماسيه وصاروخيه، دغري فتنا بموضوع يعني مش عارفين شو بدنا نسال، بس للاسف ما بقى معنا كثير وقت، واكيد نحن رح نكون كثير محمسين لسيجمنتس ثانيين. بدي منك هيك ختام صغير خاصه بهذا الموضوع، وشو مخبي لنا هذا الاختراع لبعده؟ هذا الاختراع يعني مخبي لنا كثير اشياء صحيا، سو ذات وي كان مونيتور شو عم بيصير او بريفنت حتى بريفنشن. هلا انتبه البريفنشن ما بتفوت بالبل، في شيء اسمه بري بريفنشن للكانسر او للكيورز اللي عم بيخترعون ناس عمرهم 11 و12 و13 سنه، وثائبت انتم عم تحكي عن الموضوع انا مسؤول عنه بري جادج عالمي لهيك موضوع للبريفنشن اللي عم تحكي عنه انت اللي هو كانسرس او للامراض المزمنه اللي بنحكي عنها. سو نو ذيس از اونلي فور انتو فارماسي اوبجكتس او ايشوز، اللي جاي هو بريفنشن بركي بنحكي عنه ضمن حلقتكم اذا الله رد. اوكي، ونحن رح نكون ناطرين هالحلقه، واكيد المشاهدين اذا بتحبوا ترجعوا تتابعوا هذه الحلقه ما يكون الا تفوتوا على يوتيوب ابلود نورسات، واكيد على مواقع التواصل الاجتماعي ابلود نورسات فيسبوك انستغرام وعلى تويتر على نورسات نتورك. مشاهدينا من هذا السيجمنت رح نروح لسيجمنت ثاني اكيد كلكم رح تكونوا مهتمين فيه، واكثر شيء الصبايا. رجعت معنا ضيفه جديده كلكم بتحبوها واكيد ناطرينها، جورجيت ريشا سيجمنت بيوتي.